أنا ست كبيرة واسمي نفيسة سوقي وست أرملة وجاية من وراء العرب عشان صعبوا علي الأطفال دي. بقيت أوفر من قوتي عشان أجي أشوف الأولاد دي وأزورهم. هم دول اللي هيبقوا مستقبل مصر، بدل ما نصرف بحاجات ملهاش لازمة نصرف على الأطفال دي ويبقى لكم أجر كمان عند ربنا. وإن شاء الله تكونوا سامعيني وشايفيني عشان أنتوا أحسن مني مادياً وعلمياً وكل حاجة. أنا ست جاهلة مش متعلمة، بس صعبوا عليا الأطفال. خلينا ننظر نظرة لربنا وللأطفال، مش كده ولا إيه؟